مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من حديث الناس. عدنا مره اخرى الى هذا البرنامج الذي له تماسات كثيره بكثير من قضايا الراهن السياسي والراهن المجتمعي ايضا الذي نناقشه دائما في هذا البرنامج. دائما نتمنى ان نصل بالسودان الى بر الامان من هذا المشهد شديد التعقيد وهذه الازمه السودانيه التي نناقشها على الدوام والتي تزداد تعقيدا، وهذا المشهد المرتب الآن ما بين يعني هذا التفاوض الشكلي والظاهري الذي يعتقده ويعتبره البعض، وهذه الخلافات الداخلية الكبيرة، الخلافات المدنية والخلافات المدنية العسكرية، والشارع الملتهب الآن، وكل هذه الطرق كل الناس تأمل في أن تصل إلى توافق وحوار. الآن هذه الحلقة التي سأفطح عن ضيوفي فيها بعد قليل نتحدث فيها عن هذا الحوار الذي ينتظم الخرطوم هذه الأيام، وكلمة السر في هذا الحوار، وهل له مستقبل في تاريخ السودان الحاضر وفي هذه الفترة الانتقالية شديدة التعقيد. أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيوفي داخل الاستوديو. ladies first، أستاذة ريهام عبيد القيادية بحزب المؤتمر السوداني، أهلا وسهلا. أيضا ترحبي بالدكتور خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف والخبير الاقتصادي أيضا. مرحبا. أيضا دائما ما نرحب بيننا بالمهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. مرحب بك. وأيضا يمتد ترحاب الأستاذ مصطفى تنبور القيادي بالجبهة الثورية، أهلا وسهلا. وأرحب بكل الذين سينضمون تباعا إلى هذه الحلقة على الهواء مباشرة، ثم يعني مع المشاهدين وإلى الكنترول لهذا التقرير الذي يضعنا في الأوضاع الآن، الأوضاع السياسية، تمهيدا لهذه الحلقة، أهلا وسهلا. ظلت قضية الحوار والتوافق الوطني محل نقاش وحوار مستمر منذ ما قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية وإلى يومنا هذا، وظهر ذلك جليا بعد تولي الدكتور عبدالله حمدوك رئاسة مجلس الوزراء، حيث قدم حمدوك أكثر من 3 مبادرات. ومؤخرا طالبت الآلية الإقليمية والدولية المشتركة لحل الأزمة في السودان المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، طالبت باتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ لحوار جاد ينهي الأزمة السياسية التي يعيشها السودان منذ فترة ليست بالقصيرة. وفي الأسبوع المنصرم انطلق الحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة، وكانت الآلية الثلاثية قد طرحت 4 محاور لحل الأزمة تشمل ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، فضلا عن صياغة خطة محكمة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة. ولكن يأتي ذلك وسط تباين واضح في آراء القوى السياسية حول مساعي الآلية، ما جعل البعض يتساءل عن النتائج التي قد يخرج بها الحوار والاتجاهات السياسية التي قد يرفضها. وبين هذا وذاك يبرز ميثاق سلطة الشعب الذي بدأ يلتئم بين لجان مقاومة الخرطوم ليشكل طرفا في العملية السياسية، لا سيما في ظل وجود بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية التي تدفع بالخروج إلى التظاهرات التي تنتظم بين الفينة والأخرى. بكم إذن هذه الأسئلة التي طرحها التقرير وغيرها سنناقشها وسأضعها أمام ضيوفي داخل الاستوديو. بداية باشمهندس عادل خلف الله، أهلا ومرحبا بك. بماذا توصف هذه الحالة السودانية السياسية الراهنة الآن، وماذا تبقى من ثورة ديسمبر؟ يبدو الوضع أشبه بما قبل 11 أبريل. أنا أبدأ بالتحية لمشاهدين نيل الأزرق وجمهور البرنامج الهام حديث الناس، وتحية لشعبنا وشهداؤه ومصابينه، وعاجل الشفاء لهم والعودة الميمونة للمفقودين. الحقيقة التقرير قدم يعني موجز وطرح أسئلة مهمة. نظريا ليس هنالك من يرفض مبدأ الحوار ومن يرفض مبدأ التوافق، ولكن الحوار مع من والحوار لماذا؟ باعتبار انه يعني المفاهيم دي عندها مدلولات. التجربة السودانية بالنقطة الجوهرية
تفضلت بها أستاذة نسرين. درجنا في السودان الانقلابات العسكرية أول ما تبدأ بهجوم ضاري على الأحزاب والحزبية وتفترض إنها هي بديل لها وحتحل المشاكل، وسرعان ما تكتشف إنها عاجزة عن حل المشاكل وعقدتها. المطروح الآن من قبل السلطة الإنقلابية ومن قوة محلية حريصة على استقرار السودان باسم مبادرات، أو من قوة إقليمية ودولية خاصة زي ما عبرت عن نفسها مؤخرا بالآلية الثلاثية، البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي والإيجاد، هي ما مستوعب الخلفية دي. ولذلك بنلاحظ آخر ما أفضت له وتكرار الدعوة من الآلية إنه التيارات الرئيسية في البلد الفكرية والسياسية رفضت هذه الدعوة. بالنسبة لنا إحنا في حزب البعث العربي الاشتراكي بنعتقد إنه الحوار اللي إحنا ما انقطعنا عنه واللي حنستمر فيه هو حوارنا مع شعبنا، هو حوارنا مع القوى الثورية بمختلف مكوناتها الرافضة للإنقلاب والرافضة لجهود واعية أو غير واعية بتسعى من أجل تكريسه كسلطة أمر واقع. وتجربتنا على الأقل القريبة للإنقاذ، يعني الإنقاذ بدت بنفس بداية إنقلاب 25 أكتوبر، هجوم ضاري على الأحزاب، وبعد شوية بتجي تتحدث عن الحوار، آخرها كان ما سمي بحوار الوزبة، وهو محاولة من السلطة دائما لخلخلة تماسك الجبهة المناهضة لها. فحزب البعث العربي الاشتراكي قال لا للحوار المشروط وغير المشروط، وابتدر حملة واسعة جدا جابت في تقديرنا مع قوة أخرى نتيجتها، في أنه ابتدرنا حملة واسعة اسمها حوار البعث مع الشعب، ودي أجهضت المشروع بتاع الإنقاذ في أنه تفضيلها مشروعية بتوسيع قاعدتها واستقرار الرفض لها. الآن ما أشبه الليلة بالبارح، انقلاب 25 أكتوبر إذا ما كان هو الوجه الآخر للإنقاذ فهو أسوأ من الإنقاذ بتركيبته بمصالحه بنهجه القمعي اللي يعني نحن أسي الآن جايين على الاستوديو والقمع مدور في شارع الأربعين وفي بوري. فده بيأكد إنه حرص النظام على أنه يكون ما معترض على الدعوات المطلقة دي بيتأكد عدم إيمانه بالحوار ذاته، لأنه بيؤمن بالحوار ما بيواجه الشعب بالقمع وما بيواجهه باستمرار حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر، ما بيواجهه بأنه بيستعيد في رموز النظام السابق، ما بيواجهه بحل أكبر منجز حققته انتفاضة ديسمبر وهي الجهد الوطني الكبير اللي قامت به لجنة التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة. لا نعتقد أنه في إمكانية لحوار مشروط ولا غير مشروط مع سلطة الإنقلاب غدا النظر من يرعي هذا الحوار منه. هل هذا موقفكم في حزب البعث العربي؟ نعم ده موقفنا في حزب البعث العربي، لكن يعني إذا كانت معلومتي صحيحة، هل أنتم تواجدتم بهذه الاجتماع الخميس الماضي وكان ممثل لكم ربما الأستاذ وجدي صالح؟ أنا أتحدث الآن عن حزب البعث. إذا بتتحدثي عن الحرية والتغيير، حرية والتغيير التغت بالآلية وسلمتها موقف هو تقريبا مضمونه اللي أنا ذكرته. ولكن أستاذ وجدي صالح ألا يمثل حزب البعث في الحرية مركز الحرية والتغيير؟ موقف غو الحرية والتغيير نفسه هو رافض للآلية، وأكد إنه غو الحرية والتغيير لن تنخرط في أي عملية سياسية لا تفضي إلى تصفية الإنقلاب ومحاسبة من قاموا به استئناف لجنة التفكيك لدورة وإنهاء حالة الطوارئ.
يعني دعني يعني على الأقل أفهم أستاذ هذا. أستاذ وجدي صالح هو ممثل حزب الباعث العربي الاشتراكي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وبهذه الصفة شارك في اجتماع الآلية بالخميس. شارك عضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وممثل لحزب البعث ليكون الموقف واضحا يعني أمامي لأقرأ هذا المشهد يعني. أنت أنا شاعر بأنه كأنك عايزة توجد تناقض ما بين الأنا قلته ووجود وجدي صالح في الوفد. لأفهم أنا يعني عشان أدير هذا الحوار إنه موقف قوى الحرية والتغيير من الآلية الثلاثية ومما يسمى بالتوافق هو مطابق مع موقف حزب البعث العربي الاشتراكي. شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به من إفادات يعني دكتور خالد التجاني. يعني ربما تحدث باشمهندس عن الحديث عن الحوار واللاءات الثلاثة التي طرحت ثم إيمان مركز الحرية والتغيير بمبدأ الحوار، ولكن الجانب الآخر لا يؤمن بهذا الحوار، ثم عرج على حديثه بأن دائما ما تتهم الأحزاب بأنها عاجزة. ولكن سؤال الآن في تقييمك لهذه الفترة الانتقالية وربما كانت تمثيل الأحزاب وهذه الحكومة التي كانت حزبية، هل فعلا يعني الأحزاب كما تحدث يعني أستاذ عادل خلف الله نجحت الأحزاب وليبقى هذا الاتهام من العسكر بأن الأحزاب دائما والقوى المدنية الحزبية هي عاجزة في مثل هذه الحالات؟ أنا أعتقد يعني من المهم يعني قراءة المشهد الراهن يعني متصل في إطار العام بتاع تاريخ السودان السياسي على الأقل في 60 أو 70 عام الماضية. يعني ما نشهده اليوم يعني ليس فريضة عصرية، مش هي أول مرة يحصل عندنا. أنا أعتقد إذا ما حصل عملية بتاعت تشخيص وتعريف حقيقي للمشكلة سنتعامل مع الآثار أو الـ 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 الأعراض وليس جذر المشكلة. لذلك الحديث الكثير عن حوار ما حوار صحيح دلوقتي أنه هناك في أزمة، لكن هل أزمة هي وليدة اليوم؟ أنا أعتقد أنه في إشكال متعلق بأنه السودان منذ مؤتمر جوبا في 47 ظلت تدور حوارات سياسية، ظلت تعقد اتفاقيات بأشكال مختلفة من حكم الذاتي ومرورا بأحد اتفاق الوثيقة الدستورية وبينها اتفاق جوبا واتفاق أديس أبابا، كل هذه الاتفاقات. لذلك هو السؤال الأساسي، لماذا مع كثرة هذه الحوارات وكثرة هذه الوثائق نفشل بعد 66 عاما من استقلال السودان في الوصول الى يعني محطه تخلي السودان فعلا يستقر سياسيا؟ طبعا ايضا في مثل سؤال ثاني اكثر اهميه، يعني القضيه الان بينظر عليها باعتبار انها هي اسقاط الانقلاب. انا اعتقد انه السؤال مش اسقاط الانقلاب، الشعب السوداني اثبت على الاقل 3 مرات انه هو بينجح في امتياز في اسقاط الانظمه العسكريه الشموليه. قد تأخذ 6 سنة 16 سنة 30 سنة مهما أخذت، لكن في النهاية بتسقط بإرادة شعبية. السؤال الأساسي، لماذا ينجح الشعب السوداني في إضغاط هذه الأزمة الشمولية العسكرية، ولكن عندما نأتي إلى تأسيس سلطة مدنية تحقق قدر معقول من الاستقرار والاستدامة، هذه دي مسؤولية القوى السياسية وليس مسؤولية القوى العسكرية. واضح جدا إحنا عندنا إشكال بنيوي متعلق ب الأداء بتاع القوى المدنية والسياسية، هي في الحقيقة ما قاعدة تنجح في هذه المسألة. طبعا حيكون بعد ذلك في غلاط إنه والله العسكريين بيتدخلوا، لا أعتقد عموما تدخل العساكر في السودان في السياسة هو كان في النهاية نتيجة لفراق بيحصل نتيجة لأنه المدنيين حقيقة ما قادرين يوفروا حقيقة هذا البنية لتحقيق نظام ديمقراطي عنده قدرة على الاستدامة. وطبعا في مثل ايضا مهمه شديد جدا احنا الان يعني هل افهم من حديثك دكتور خالد انه انت تشجع على ما قامت به المؤسسه العسكريه في قرارات 25؟ لا 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 لا، ما هو انقلاب في النهايه، ما في زول العقل بيقلب بانقلاب، بقول لك انه الشعب السوداني دائما بينجح في اضغاط الانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري هل مبرر بالنسبه لا غير مبرر طبعا، بالنسبه لي غير مبرر طبعا، هو ولا انقلاب اخر غيره ما مبرر يعني. لكن انا بتكلم عن الاشياء دي لماذا تحدث، يعني في فرق بين انك انت الظاهره تحللها وتعرف أسبابها شنو، يعني زي المريض بيمشي للطبيب بيشخص يعرف الحالة سببها شنو عشان يقدر يعالجها. لكن الإدانة فقط إنه والله الحكاية دي هي مرفوضة، لكن بدون ما أنا أعرف الأسباب اللي بتقود لها حتتكرر، بدليل إنه الآن يعني في أكتوبر حصل فترة انتقالية، كان في فترة معقولة من حكم تعددي بعد الانتفاضة حصل. الآن لماذا يعني لأول مرة يحصل انقلاب عسكري حتى قبل ما تستكمل الفترة الانتقالية الدورة بتاعتها؟ معناته في خلل.
أنا دائما بفتكر إنه في رأيي الشخصي إنه إذا القوى المدنية حقيقة هي ما قادرة تحقق يعني قوى سياسية، لأنه في النهاية الحديث عن الحكم المدني والحكم المدني لا يأتي بالديمقراطية لمجرد أنه مدني إذا لم يكن هناك مؤسسات ديمقراطية حقيقية. فحكاية إنه والله بس أنا عايز حكم مدني، الحكم المدني له دور في دكتاتوريات كثيرة جدا قايمة على 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 المدنيين. يعني في مسألة تانية، في سؤال أساسي أنا بالنسبة لي، يعني هل القوى السياسية بالنسبة لنا كلها بتدعو أو تنادي بالديمقراطية؟ هل هي قاعدة تمارس الديمقراطية فعلا؟ الآن من سقوط النظام السابق 3 سنوات لم نرى حزبا واحدا أقام يعني عملية بتاع ممارسة ديمقراطية من داخله من قواعده حتى قيادته، ويقوم بمؤتمر عام عشان ينتخب قيادة منتخبة عندها مشروعية تحقق، يعني ما موجود عندنا. نفس الغادة السياسيين الآن موجودين في كل القوى السياسية، هم نفسهم كانوا من زمن النظام السابق. المسألة الثانية، في سؤال مهم جدا، الآن لا يزال الشارع هو شارع الشباب. لو كانت هذه القوى السياسية عمل العملية بتاع التحديث في داخلها، كان ممكن تسهم في انه استيعاب هؤلاء الشباب في عملية بتاع مشاركة سياسية حقيقية، كان ممكن يعبروا عن دورهم وعن وجودهم. لذلك انا من انصار انه احنا صحيح من السهل جدا انك انت يعني 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 تطلق الادانات، لكن هذه الادانات لن تعالج المشكله. بيعالج المشكله فعلا انه يشوف وين الخلل، وين الاخطاء بتتكرر، وحنا حقه نعرف. يعني حقه الانقلاب ده هو حدث الانقلاب. في تقديرك اين يكمن، اين تكمن المشكله؟ يعني المشكله انا بالنسبه لي اعتقد انه القوى المدنيه الان مثلا هي كثير جدا بتنادي باصلاح المؤسسه العسكريه، ودي مساله مهمه وضروريه، او زي ما قال البعض انه والله لا يعني لا يمكن ان يكون هناك يعني تحول ديمقراطي في ظل تدخل عسكري. لكن انا ايضا بفتكر انه لا يمكن ان يكون هناك نظام ديمقراطي في السودان الا بيكون عندنا قوى سياسيه حزبيه حقيقه، لانه ما في ديمقراطيه بدون احزاب، وما في ديمقراطيه بدون احزاب هي في نفسها ديمقراطيه بتمارس الديمقراطيه في داخلها. وبالتالي انا ده افتكر المساله المفقوده الان عندنا في السياسه السودانيه، يعني انه القوى السياسيه حقيقه القوى المدنيه مش متشتته. يعني هو اكثر لحظه تاريخيه كان فيها وحده بتاعت قوى ثوريه كان من خلال الحراك الثوري من ديسمبر 18 لحد ابريل، وكان في تعبير عنها بالميثاق، وكان تعبير عنها بقول الحريه والتغيير، اللي هي كانت بتمثل تقريبا جماع لاراده الشعب السوداني. لكن ما الذي حدث؟ ما حدث انه نشهد باستمرار عمليه انقسامات وخروج من خروج حزب الجبهه الثوريه في البدايه، ثم الحزب الشيوعي، ثم تجميد حزب الامه، ثم عودتهم مره اخرى، يعني في خلخله واضحه جدا. فدي احنا ليه سببها شنو يعني؟ يعني يعني ما ممكن دائما تقوم تلغي اللوم بالطرف الاخر، الطرف الاخر هو يعني عنده طموحات سياسيه بيلقى اي فرصه بيستخدمها بيستغلها يعني. لكن ما بيفيك بيحلك من المشكله. لذلك اعتقد انه من المهم جدا انه يكون في بمثل هناك تركيز في اداره الانقلابات العسكريه باي تحت اي مبرر، لكن ايضا يجب على القوى المدنيه والقوى السياسيه ان تنظر في خاصه نفسها وتشوف اين القصور فيها الذي يؤدي الى ترك فراغات يتدخل ويتمدد بخلالها العسكريون في السلطه. شكرا جزيلا. يعني حقيقة للحق أن حزب المؤتمر السوداني قد أقام مؤتمر ربما مؤتمر ولايه تحضيري للمؤتمر العام على ما أعتقد. أستاذ ريهام تصححنا، ولكن سؤالي أستاذ ريهام، يعني بالأمس كانت هناك ندوة مهمة لحزب المؤتمر السوداني، ويعني ربما كان هناك موقف مغاير، وكان هناك موقف ربما مستقرب حتى مستغرب من الشارع، تحدث به أستاذ خالد ممثل حزب المؤتمر السوداني في الندوة، وأنه يعني تحدث عن الحوار، ربما انتقل المؤتمر السوداني بموقفه من اللاءات الثلاثة إلى المربع الآخر تماما، حيث أنه تحدث عن الحوار وتحدث عن الديمقراطية وتحدث ربما عن الحوار المباشر مع المؤسسة العسكرية وحتى إعادة الإسلاميين ربما مرة أخرى، إذا لم اشترط ذلك بأنهم لم يرتبطوا بقضايا فساد. وإلى هل حزب المؤتمر السوداني تحول من هذه النقطة وأقر بالحوار مع المؤسسة العسكرية ربما المباشر الآن في تغيير لموقفه؟ في البداية تحية للمشاهدين في قناتنا الأزرق، وتحية للبرنامج حديث الناس. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين، العودة الآمنة للمفقودين. في البداية حابة أوضح حاجة محددة، إنه شكل قص الحوار دائما بيكون على مستوى في السوشيال ميديا أو غيره، هو قاعد يعبر عن طريقة مختلفة تماما عن الحوار الدار في الندوة. هو الباشمهندس خالد عمر اتكلم عن إنه جدوى الحوار في التغيير الحقيقي القاعد الليلة، لكن هو ما قال إنه الحوار المباشر مع الإنقلابيين الموجودين الليلة
في السلطة السودانية. إحنا توصيفنا في حزب المؤتمر السوداني توصيف واضح إنه الحصل في 25 أكتوبر هو انقلاب على الشرعية الدستورية، انقلاب كامل الدسم. أول ما بدأ هو بدأ بقيادات الحرية والتغيير وقيادات المؤتمر السوداني، زج بهم في السجون والمعتقلات. رأينا المبدئي تجاه الانقلاب هو رأي ثابت، ما قاعد يتزعزع على الإطلاق. الكلام اللي اتقال في الندوة أمس حسب كلام الباشمهندس خالد عمر هو بيتكلم عن إنه لابد في مرحلة من المراحل العمل السياسي يكون في حوارات لإيجاد مخرج حقيقي في الوضع السياسي الراهن حاليا. بمعنى آخر يعني حتى يعني عفوا للمقاطعة، حتى لو تحدثت عن ابتسار حديث الباشمهندس خالد عمر ولكني سمعت المقطع كاملا بأن أستاذ خالد عمر تحدث عن أن هذه هي السياسة، والسياسة تحتاج إلى أن يكون هناك حوار من أي نوع من الأنواع، وهذا الحوار كان مباشرا أم غير مباشر فهو ضروري. هذا هو حديثه. هو بالضرورة طبعا هو ما يعني هو ما الحوار الندوة إحنا سمعناه برضو كاملة. هو كلامه عن الحوار هو في مرحلة ما من مراحل الوضع السياسي الموجود في السودان لابد أن نصل لحوار. الحاجة دي بتتأتى بأنه موقفنا الواضح تجاه تهيئة المناخ لوجود حوار سياسي في للقوى السياسية وللإنقلابيين وغيره، بتبدأ بإنهاء الإنقلاب العسكري أولا. تفاصيل الستة اللي كانت موجودة في البيان بتاع الحرية والتغيير الصادر بتاريخ 12 مايو بعد اللقاء مع البعثة الثلاثية، ما لا يمكن أن يكون في حوار مباشر أو غير مباشر مع القوى الإنقلابية، ولسه في قمع قاعد يكون موجود على مستوى الشارع السوداني. لم تتحقق العدالة الحقيقية، لم يكون في ضمانات حقيقية لتحقيق العدالة للجرحى للمصابين للشهداء، تحقيق عادي له. ما لم تقيف حالة الطوارئ الموجودة حاليا اللي كان هي عن طريقة بيتم حبس وزج الشرفاء من لجان المقاومة في السجون، ووجود يعني هي تهم تلبس لهم عشان وجودهم على مستوى السجون وغيره. ما لم يكون في تهيئة للمناخ السياسي بصورة حقيقية زي ما موجود في البيان الصادر من قوى الحرية والتغيير بتاريخ 12 مايو زي ما أنا ذكرتها، بالضرورة ما حيكون في حوار مباشر أو غير مباشر. وهي الفكرة الأساسية إنه هو إنهاء الإنقلاب أولا، ثم بعد كده ممكن يعني يكون في خيارات تانية، لكن هو يعني الهدف الأساسي والأول هو إنهاء الإنقلاب الموجود حاليا. لا أريد أن أقف أستاذ ريهام في هذه النقطة كثيرا، لكن لأفهم وأدير هذا الحوار من هذه المنصة عبر موقف كل حزب من الأحزاب، هل موقف أستاذ خالد عمر يمثله ولا يمثل الحزب؟ يعني إذا كان يتحدث عن الحوار ويتحدث عن ضرورة الحوار الآن ويضرب مثل بما يدور في روسيا وأوكرانيا الآن تبريرا لما وقع من 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 كثير من الجرائم هناك، وكذلك وقع كثير من الجرائم هنا، ولكن ضرورة الحوار وأن الرئيس الأوكراني الآن مستعد للحوار، يعني كيف أفهم ذلك؟ لا، هو بنفس السياق اللي أنا قلته إنه هو لابد من وجود حوار في مرحلة من المراحل عشان إحنا يعني هو لابد من وجوده. بعد ذاك لما لم تكون موجودة تهيئة المناخ الحقيقي لوجود الحوار ده ما حيكون موجود، لكن في مرحلة العمل السياسي لابد وجود حوار حقيقي عشان نصل به لمخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية الموجودة حاليا في السودان. شكرا لك يا أستاذة ريهام. يعني أستاذ مصطفى، يعني ربما الآن يدور حوار في السودان، يعني سواء كان هناك مختلفين مع هذا الحوار أو الآن جالسين في هذا الحوار، ربما هناك حكومة تبدو ملامحها الآن أو ربما هي جاهزة الآن لا نعلم، ولكن موقف الجبهة الثورية، يعني هذه الجبهة الثورية التي هي موجودة الآن في المجلس السيادي بهذا الشكل الذي يعتقده الكثيرين بأنه شائه من شركائهم، ومصير اتفاقية جوبا التي يطالب حتى الذين يرفضون هذه الآلية يطالبون بفتح ربما اتفاق جوبا للتغيير، وأنه لابد أن يكون اتفاق للترتيبات الأمنية فقط. ما هو موقفكم الآن وأنتم تتابعون هذه الحوارات؟ شكرا جزيلا أستاذة نسرين على هذه الاستضافة، والتحية للشعب السوداني الذي أحدث التغيير، وكذلك أحيي شهداء الثورة السودانية الذين قدموا أرواحهم مهرا لهذا التغيير. أنا سعيد في البداية أكون ضيف عزيز على هذه القناة لأول مرة،
وأتمنى أن أكون موفق جدا في الإجابة على كل التساؤلات المطروحة حتى يتعرف الشعب السوداني على مواقف الجبهة الثورية السودانية. صحيح نحن كجبهة ثورية سودانية وقعنا على اتفاقية جوبا لسلام السودان مع حكومة الفترة الانتقالية بتوليفتها المعروفة من مدنيين وعسكريين، وشاركت الجبهة الثورية السودانية في مستويات الحكم المختلفة كما نصب عليها اتفاقية جوبا للسلام في بروتوكول السلطة، والاتفاقية هي معروفة مفصلة ببروتوكولاتها المختلفة، ترتيبات الأمنية، ترتيبات السياسية، القضايا القومية وغيرها من البروتوكولات التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام. صحيح بعد قرارات 25 أكتوبر التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان حصل هنالك احتقان سياسي كبير جدا في البلاد، وهنالك مواقف متطرفة من بعض القوى السياسية المختلفة، والكثير يعتقد أن البلاد قد عادت إلى ما قبل 1989 بتوصيف الذي حدث أنه انقلاب عسكري على الشرعية وعلى السلطة الانتقالية التي أتت بأمر الشعب السوداني. نحن كجبهة ثورية وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع بعد قرارات 25 من أكتوبر، خصوصا وأن الجبهة لم تشارك ابتداء في الذي حدث، هي تفاجأت بالذي حدث كغيرها من الشعب السوداني. بعد هذه القرارات لم تشارك في 25؟ لم تشارك في قرارات 25 أكتوبر. نحن لدينا 3 أعضاء في مجلس السيادة، لدينا حكام في الأقاليم، لدينا ولاة ولايات، لدينا وزراء اتحاديين بنص اتفاقية يعني جبل السلام. الكثير يعتقد كيف لم تشارك في قرارات ولم تدعم قرارات 25؟ نحن لم ندعم قرارات 25 أكتوبر ولم نشارك ما سبق فيها. قرارات 25 أكتوبر وحتى يعني ربما الاعتصام الذي كان في القصر الجمهوري الذي كان لديكم ممثلين رسميين فيه، لم يعد هذا مشارك؟ هذا غير صحيح. نحن نقر أننا شاركنا في حكومة الفترة الانتقالية ب3 أعضاء في مجلس السيادة و7 وزراء اتحاديين وولاة ولايات وحكام لإقليمي النيل الأزرق ودارفور. الذي حدث في اعتصام القصر الجبهة الثورية السودانية لم تكن طرفا. صحيح هنالك بعض الذين شاركوا من أطراف العملية السلمية، ولكن هؤلاء ليس لديهم أي علاقة بالجبهة الثورية السودانية التي يقودها الدكتور الهادي إدريس. الجبهة الثورية أصدرت بيان واضح وصفت الذي حدث في 25 أكتوبر التوصيف الصحيح الذي يتماشى مع توصيف الشعب السوداني، وكذلك طالبت الجبهة الثورية عبر منصاتها المختلفة على ضرورة أن يجلس كل الشعب السوداني بتنظيماته السياسية بتكتلاته الشبابية والنسوية وغيرها وأطراف العملية السلمية لإدارة حوار. الدليل على ذلك الجبهة الثورية طرحت مبادرة عقب انتهاء من المؤتمر التداولي في النيل الأزرق، هذه المبادرة لمعالجة الأزمة السياسية السودانية. جلست مع كل الأطراف، الحرية والتغيير بفصائلها المختلفة، جلست مع بعض الأحزاب السياسية خارج الحرية والتغيير، جلست مع المكون العسكري وكذلك الممثلين الدوليين الأمم المتحدة والإيجاد وغيرهم، ووجدنا أن الكل يرغب في معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة التي يعيشها السودان. وبالتالي نحن نعتقد أن الآلية الثلاثية الآن شرعت عمليا في إدارة حوارات غير مباشرة مع المعنيين بالأمر، وأعتقد أن هذا تقدم كبير جدا جدا. من هم المعنيين في الأمر؟ المعنيين في الأمر المكون العسكري، أطراف العملية السلمية، الإدارات الأهلية، غيرها من القوى السياسية خارج مظلة الحرية والتغيير التي جلست مع فولكر والآلية الثلاثية. كل هذه الأطراف أنا أعتقد أن وجودها مهم في إدارة أي حوار وطني يفضي إلى معالجة شاملة للأزمة السياسية التي نعيشها الآن. نحن كجبهة ثورية حسمنا موقفنا تماما أننا سندخل هذا الحوار دون أي قيد أو شرط. نحن أجبنا على تساؤلات محددة للآلية الثلاثية، ضرورة أن تكون الأجواء مهيئة لينخرط الجميع في هذا الحوار دون أي تحفظ. تهيئة الأجواء ماذا تعني بهذه الأسئلة؟ أسئلة حول ماذا؟ حول رفع حالة الطوارئ،
الإفراج عن المعتقلين السياسيين المقبوضين في التظاهرات التي انتظمت البلاد في الفترات السابقة، عدم ملاحقة قوادر الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة الحالية، تكون الأجواء مهيئة للجميع حتى نستطيع أن ندير حوار وطني يفضي إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة البلاد وعلى أمن البلاد واستقرار البلاد. نحن سلمنا فولكر وجهة نظرنا كجبهة ثورية سودانية، وأكدنا أننا سندخل هذا الحوار دون أي قيد أو شرط، ونتمنى أن يجلس الجميع وأن يتساموا فوق الصغائر ويبتعدوا عن التطرف في المواقف في سبيل أن نحافظ على وحدتنا الوطنية. هل جلستم إلى الآلية؟ جلسنا إلى الآلية أكثر من مرة وسلمناها موقفنا كجبهة ثورية سودانية. ماذا دار في هذه الاجتماعات؟ ناقشنا كيفية اختيار الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار، مدة هذا الحوار، الوساطة في هذا الحوار، الجهات التي ستلعب دور المسهلين، كل هذه الأشياء ناقشناها وأجبنا عليها. هل تحدثتم عن تشكيل الحكومة وكيفية تشكيل الحكومة ويعني شكل الحكومة القادم؟ هل هي تكنوقراط أم حزبية أم كذا؟ هل دارت؟ نحن أكدنا أن الحكومة التي ستشكل عقب الانتهاء من الحوار هي حكومة كفاءات وطنية يشارك فيها الجميع باستثناء المؤتمر الوطني الذي أبعد من المشهد السياسي بأمر الشعب السوداني الذي انتصر لثورته في ديسمبر. يعني هذه الكلمة، كلمة كفاءات وطنية، هي الكلمة التي خلقت ذات المشكلة. يعني ربما نحتاج إلى تعريف أدق إلى هذه الكلمة، كلمة كفاءات سودانية. هل التكنوقراط كذلك هم كفاءات في السودانية؟ الأحزاب كذلك هي مؤسسات؟ تحدث الكثير عن تشكيل حكومة التكنوقراط، وتفاجأ الشعب السوداني أن حكومة التكنوقراط شارك فيها شخصيات لديهم انتماءات سياسية لأحزاب معروفة. أنا لا أريد أن أدخل في جدلية أن سأعود إليك تفصيلا بربما الاستبيان أو الأسئلة التي طرحتها الآلية وتمت الإجابة إليها. وعود إلى البشمهندس عادل خلف الله في موقفكم في الحرية والتغيير المتوافق مع موقف حزب البعث في رفض هذه الآلية من أي وجهة نظر. يعني هذا الحوار هو حوار المجتمع الدولي الذي عجز عنه ربما السودانيين، الحوار السوداني ربما أصبح بعيدا الآن وليس في متناول الجميع مع هذه الخلافات وهذا التشظي الكبير الموجود بين المدنيين أنفسهم. يعني وجهة نظركم في رفض هذا الحوار، هل هو منهج الحوار أو المنهج الذي تتخذه الآلية أم ماذا؟ أنا حقيقة هبدأ بإشارة لنقطة جوهرية تفضل بها أستاذ خالد في الحديث عن ننجح في إسقاط الانقلابات ونفشل في ما بعد الانقلابات. نحن حقيقة في حزب البعث يمكن كان عندنا نقطة جوهرية خلال 30 سنة العام، كنا بنقول إنه ما عندنا شك في مقدرة شعبنا في إنه يسقط الانقلاب، لكن معركة الشعب الحقيقية بتبدأ ما بعد سقوط الانقلاب، باعتبار إنه إذا جاز الوصف إنه نقول من هي أكثر ضحايا الانقلابات العسكرية في السودان؟ أولا المؤسسة العسكرية، ثانيا المجتمع المدني أحزابه ونقاباته، وبالحزبة يعني 66 عام من الاستغلال، 56 عام منها بالسنوات بتاعة البرهان الثلاثة هي كانت في ظل أنظمة متسلطة على الشعب باسم القوات المسلحة، وبالتالي الفترة بتاعة التعددية والحزبية ما تجاوزت عقد من الزمان أو 11 سنة. الأحزاب ذاتها هي عشان ما تكون بالمستوى اللي بنطلع له، وده النقطة الجوهرية اللي التقطتها من كلام أستاذ خالد ما مختلف معاه، الأحزاب ذاتها عشان ما تكون بمستوى الأدائية المطلوبة هي ذاتها محتاجة للديمقراطية، لأنها بتديها الفرصة تعقد مؤتمراتها، تتواصل مع الشعب، توسع قاعدة المشاركة فيها، تقيم تجاربها و ما إلى ذلك. فالأحزاب والمجتمع المدني عموما هو ثاني ضحايا الانقلابات العسكرية. حزب البعث عمل تلخيص يعني رؤية متداولة الآن مطبوعة في كراسة، سميناها يعني رؤية موجهة للقوى السياسية والاجتماعية في السودان، في إننا كيف نتوافق على
وفق التحليل لبرنامج وطني متوافق عليه يعالج قضايا الراهن. يعني قلنا حتى ما المرحلة، باعتبار المرحلة فترة طويلة. الراهن الآن شنو أكبر تحدي الليلة مواجهة السودان، باعتبار أنه أتفق مع أستاذ خالد أنه الأزمة هي منذ 56 نلنا استغلالنا، لكن الاستغلال ده مضامينه الاقتصادية الاجتماعية التنموية السلام العدالة ما تحققت، فالأزمة قديمة. أكثر مرحلة تعقدت فيها هذه الأزمة هي ما بعد 25 أكتوبر، باعتبار أنه نظام جقطع الطريق قدام تضحيات كبيرة، قدام وعي، قدام إرادة. وفي نفس الوقت بدأت هذه الانتفاضة نحن بنقول ذات الطابع الثوري فينا تجاوب على بعض الفراغات الموجودة في تجربة التطور الوطني في السودان. أنه الكثير من المحللين بيقولوا أنه واحدة من النواقص في التجربة الوطنية أنه السودانيين ذاته ما في ثوابت متفقين حوله. فواحدة من ما أنجزته انتفاضة ديسمبر الثورية دي أنه بدأت ترسخ ولدى قطاعات واسعة من الشعب بعض الثوابت، من ضمنها رفض الدكتاتورية، الإيمان بأنه الحلول بتاعت مشاكل السودان ما بتتحلى لا بالنظمة الدكتاتورية ولا بالعنف ولا بالعمل المسلح، بتتحلى بالعمل الديمقراطي المدني. الدولة المدنية، الدور الوطني للقوات المسلحة هو يقوم بوظيفته في حماية النظام الدستوري اللي بيتوافق عليه السودانيين، ويكون هو منسجم مع قانون القوات المسلحة. تصفية مظاهر تعدد الجيوش، يعني الحديث عن اتفاق جوبا، اتفاق جوبا في بند من بنوده باعتباره اتفاق مع الحكومة الانتقالية وفصائل العمل المسلح، هو في بند من بنوده قائم على الترتيبات الأمنية دي الفريضة الغايبة حتى الآن. فجزء من الركائز بتاعت الاستقرار الديمقراطي في السودان بالوعي الأشار به أستاذ خالد دي إنه لابد إنه تصفى مظاهر تعدد الجيوش والميليشيات، يكون عندنا جيش وطني واحد حديث قائم على عقيدة قتالية معبرة عن النظام الديمقراطي بالسودان المتنوع في إطار الوحدة. وبالتالي نحن لا نعتقد أنه ده كله مدخل أجل الإجابة لرفضنا، زي ما أشارت الأستاذ قبل أن تأتي إلى الإجابة أستاذ عادل، قبل أن تأتي إلى الإجابة فيما تحدثت الآن وعطفا على حديث دكتور خالد التجاني في ربما هذه الأزمة التي تتحدث عنها الآن والتي أصابت المؤسسة العسكرية بتدخلها في السياسة في مقتل بتاريخها تاريخ القوات المسلحة، ولكن لم تتحدث عن فشل المدنيين أنفسهم، لم تتحدث عن أزمة النخب السودانية السياسية التي كانت في المشهد وأزمة الحرية والتغيير، وأن ما حدث كان ربما لم ينتظره الشعب السوداني من المدنيين. يعني هل الشعب السوداني محتاج أن تكون هناك في كل مرة ثورة يمهرها الشباب بالدماء وتكون النخب بمثل هذا المستوى الذي ظهرت به وهذا التشظي وهذا يعني وعدم الاتفاق الذي أفضى إلى هذا المشهد المعقد؟ أنا في جزء منه يعني قاعد قدر ما أتيحت فرصة وكتر خيري كسي أتيحتي فرصة الحديث عن التشظي والخلافات. ده أنا في تقديري المتواضع هو جزء من عقلية استمرار 30 سنة من الأحادية في التفكير، من التفرد بالسلطة. التعددية سمة أساسية من سمات النظام الديمقراطي، وطالما في تعددية تكوينات مختلفة من الطبيعي جدا انه نختلف. الاختلاف قاعد اقول دائما ما تخوفونا باننا نحن مختلفين، نحن مختلفين عشان نتوحد. لكن لحظة لو سمحتي، ومختلفين بندير خلافاتنا دي ما بها صوت العنج ولا بالبندقية، بنديرها بالحوار باللقاءات، بانه ننظم ما نحن متفقين حوله وندير حوار حول ما مختلفين عليه. ودي الميزة اللي خلت شعبنا زي ما قلت قبل انه بثورته العظيمة دي وصل لواحد من المنجزات الكبرى، في انه النظام الديمقراطي التعددي في سلطة مدنية، انا بتحدث عن سلطة مش حكومة، سلطة عند السلطة المدنية بما فيها
وزارة الداخلية والقوات المسلحة تخضع للسلطة المدنية. ده النظام الديمقراطي في كل العالم اللي مفترض إننا نحن نمشي به. صحيح ما بيولد دفعة واحدة يعني بالتطور، باعتبار أن النماذج اللي نحن شايفينها للديمقراطيات الكبرى في العالم دي اتكونت في ما لا يقل عن 280 عام. إحنا دايرين أنا في شهرين في 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 سنتين نطبق النظام الديمقراطي. ده بفتكر إنه ده تقدير للأحزاب وفيه امتنان لأهمية أهمية التعددية، ولكن في الرؤية اللي أنا قلتها الحزب البعثي يعني خدت زي ما بيقولوا الملح على الجرح، في إنه قلنا من المهم جدا في البرنامج إن إحنا دايرين نتوافق عليه لازم إننا اللي بيجمعنا كله يكون إيماننا بالديمقراطية، ونجمع على أهمية حمايتها وإننا نطورها بالممارسة، مش في إنه الأحزاب فقط تكون في الديمقراطية، ده شرط لازم، وتكون في نقابات وفي منظمات مجتمع مدني، في اتحادات شبابية ونسائية ونسوية واتحادات طلابية، حق التنظيم اللي هو واحد من الحقوق الأساسية في الحياة. لكن اللي بيحمي الديمقراطية مع أهمية دي كلها هو ربطها بمحتوى اجتماعي يخلي النظام الديمقراطي ده لما أي مغامر من أي حتة يقوم داريه بشو نعود عليه بالنواجز، لأنه بيعبر عن حقه اللي دي في التعليم. شكرا. عن حقه في العلاج، عن حقه في الصحة، عن حقه في أنه ألقى فرصة عمل. ده الغايب في التجارب بتاعتنا في الديمقراطيات الفارغة، إنه ما ركزين على البعد السياسي في الديمقراطية. عشان ما تترسخ النظام الديمقراطي من المهم جدا إنه يتوازن البعد السياسي مع البعد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي. أتي إلى سؤالي. يترسخ النظام الديمقراطي. أتي إلى سؤالي عن رفضكم للحوار في حوار الآلية السواسية. رفضنا للحوار. أنا ما قبل بديت بالسؤال المنهجي ده. الحوار مع من والحوار لماذا؟ نخد في بالنا يعني مع تقديرنا للجهود القائمة الدكتور فوكنر وبروف ودلبات، لكن المؤسستين ديل هم كانوا جزء من الاتفاق السابق، الاتفاق السياسي واللي هو سمي وثيقة دستورية. ماذا عملت منظمة الاتحاد الأفريقي؟ ماذا عملت الأمم المتحدة في انقلاب 25 أكتوبر؟ أول لقاء لنا في الحرية والتغيير في دار حزب الأمة مع الدكتور فوكنر قال إنه ده انقلاب. قلنا له تجربتنا الوطنية في السودان زي ما قال قبل الدكتور خالد إنه السودانيين النظام الانقلاب بيقاوموه ما بيحاوروه، فدي واحدة من الخلاف الجوهري بيننا وبين الدعوة المطروحة الآن باسم الحوار. أي جهود ما تفضي إلى تصفية الانقلاب ومساءلة من شاركوا فيه حتى نقطع دابر أي مغامر للانقلاب الديمقراطي ما هنكون جزء منها. اثنين، الجهود، ودي قلناها حقيقة بصراحة، يعني أنت كويس قبل سألتي في أنه التغى وفد وكان من ضمنه أستاذ وجدي صالح، بل يعني من الكرسيين يعني في الغانا فوكنر لغيناه مباشر كحزب بعثي عربي اشتراكي مرتين، والتغينا به أكثر من مرة كقوة حرية وتغيير. في اللغائين ديل كان في موقف مشترك إنه الدكتور فوكنر البعثة الأممية المتكاملة دي أنشئت بموجب القرار 24-25 من مجلس الأمن تحت مسمى حماية الانتقال الديمقراطي وبناء السلام في السودان. الانقلاب الديمقراطي ده في أول لقاء بيك أنت قلت ده انقلاب. إذن القطع الطريق قدام الانتقال اللي هو بموجبه أنت يعني مع احترامنا لك في السودان موجودة الآن هو حماية الانتقال الديمقراطي اللي بتقوم به الآن، ده هو اتجاه لشرعة الانقلاب باعتبار في لقائه وهو كان صريح جدا. ودي دي الأمم المتحدة يعني دي أنا برضو قلتها في أكثر من تصريح إنه مع التقدير لدكتور بلباد ومع التقدير لفوكنر، لكن الاثنين كأشخاص هم لا يستطيعوا الخروج من عباءة المرجعية اللي هم جايين باسمها. الأمم المتحدة حريصة على استقرار، ودائما تجاربه في السودان كله بما فيها في السودان بيقول لك نحن بنكون محتفظين بمسافة واحدة
من الطرفين أو من الأطراف. فالبعثة الأممية والاتحاد الأفريقي يعني بيساووا بيننا وبين من غوضوا الانتقال الديمقراطي. شكرا جزيلا. وده السبب الثالث والرئيسي بيخلينا ما نشارك في مثل هذا. أشكر. وهو في جزء منه يعني الكاسب الأول منه في تقديرنا السلطة الإنقلابية، لأنه بيديها وقت داير تأخذ نفسها داير ترتب أوضاع أكثر. ولذلك قلنا حوارنا الحقيقي هو حوارنا مع الشعب عشان ما نصل لبناء أوسع جبهة من القوى السياسية والديمقراطية المؤمنة بالديمقراطية والتغيير، عشان ما نصل للحظة الإضراب السياسي والعصيان المدني. وقت الإضراب السياسي والعصيان المدني لكل حادثة حديث. أشكرك جدا لكل هذه الإفادات. بعد الفاصل يتواصل حديث الناس. حديث الناس. منصة لطرح القضايا ومواكبة الأحداث. مساحة للنقاش المثمر والشفاف وقبول الآخر من أجل وطن يسع الجميع. عندما تكون للقضايا والأحداث ما بعدها، نضع الحقيقة التاريخية أمام المشاهد. حديث الناس. من جديد أهلا بكم وبضيوفي داخل الاستوديو. ربما دكتور خالد التجاني، يعني من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط النظام السابق هو وحدة وتماسك قوى الثورة، وهذا الأمر الذي هو ربما يكون مفقود بدرجة كبيرة الآن، وربما يعني أصابتها اللعنة هذه المجموعات التي كان لها دور كبير في إسقاط النظام السابق، ربما الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وغيرها. كيف يمكن لهذا الطريق أن يفضي إلى حوار يكون له ما بعده؟ يعني أنا أعتقد واحدة من يعني الأسباب الرئيسية حقيقة التي أدت إلى تعسر الفترة الانتقالية ما أصفه بأنه التدخل أو الدور الخارجي الزايد عن اللزوم في هذه العملية. يعني لا في أكتوبر 64 ولا في أبريل 85 كان في دور خارجي هو لعب دور مؤثر جدا في تشكيل الفترة الانتقالية والانتقال الديمقراطي لأول مرة. ثورة ديسمبر دي من ناحية عظمتها يعني وتغلغل الجماهيري كانت أكبر بكثير جدا من أبريل وأكبر بكثير من أكتوبر، لكن للأسف ما اكتملت فوق الإرادة بتاعت الشعب. حصل تدخل من أطراف خارجية شكلت هذه القضية هذه المسار لخدمة أطراف معينة جدا. يعني من المفارغات يعني لما حصل الانقلاب بتاع 11 أبريل 19 الاتحاد الأفريقي جمد عضوية السودان باعتباره لحد ده انقلاب على نظام دستوري. المفارغة حصل وين؟ اعتبروا انقلاب مجرد زي انقلاب تاني. لما حصل الانقلاب الحقيقي لو افتكر انه هو في 3 يونيو بال 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 بجرة فضل الحصام، بدل هي كانت تكون سبب للتضييق على هذا الدور العسكري بتعاظي، بالعكس تم شرعنته وتم ايجاد مخارج تم فيها عملية بتاعت حوار سياسي. هذا الحوار السياسي ادى الى ما يعرف بالاتفاق السياسي بين البيس العسكري وهو الحرية والتغيير. وزي ما يقولوا الدبات بنفسه إنه والله هم الطرفين هم اللي قرروا إنه يحتكر الحوار ليهم هم الاثنين فقط يعني. وتم على أساسه التعبير عن الاتفاق السياسي ده بالوثيقة الدستورية. للأسف الشديد وهذه كلها كان في دور خارجي قوي جدا في التأثير على مسارات والخيارات والاتفاقات التي تمت. يعني السؤال حقيقة إنه مفروض لبات هسه لما يجي داري يستأنف الدور بتاعه ده يسأل ليه والله هذا الاتفاق السياسي وهذه الوثيقة الدستورية فشلت في ضمان استدامة الفترة الانتقالية حتى تصل إلى يعني إلى 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 نهاية المنطقية والمرجوة. للأسف الشديد هسه حصل الآن أعتقد أنا الدور بتاع الآلية الثلاثية هو في تقديري، يعني أنا ما أتكلم عن قصة تدخل وما تدخل، لكن أتكلم من ناحية الجدوى. تاريخ السودان ده مليء جدا بالاتفاقات التمت برعاية دولية
كان في اتفاق السلام الشامل بتاع نيفاشا كان فيها قايمه فيها وساطه دوليه وكان مجلس الامن الدولي ضامن ليها ومضوا على 13 وزير خارجيه. في النهايه حصل بها شنو؟ حصل فيها تلاعب بها المؤتمر الوطني والحركه الشعبيه وقابوا قسموا السودان بيناتهم. واللي هو كان الغرض الاساسي في السلام الشامل انه هو يعمل عمليه بتاع التحول الديمقراطي هي تحافظ على وحده السودان. فالمجتمع الدولي اللي هو كان في النهايه راعي هذه الاتفاقيه ما كان مهتم بحكايه يحصل تحول ديمقراطي في السودان بقدر ما كان اهتمامه انه والله في النهايه الجنوب ينفصل والموضوع ده كله نفس يمشي في طرفه تاري. نفس القصه انا شخصيا اعتقد انه احد اخر مفاوضات جرت بين مجموعه نداء السودان والنظام السابق قبل 10 يوم فقط من انطلاق ثوره ديسمبر كان في مفاوضات في ديسمبر انا كنت حاضر غطيتها هناك يعني كانوا على وشك او محاوله التوصل الى اتفاق ولكن حصل تدخل المجتمع الدولي كان حقيقه كان شغال محافظ على النظام السابق لكن خروج الشارع قطع الطريق عليه والتفوا جبر اخرى باسم الوساطه بين الاطراف السودانيه. لذلك الان انا في تقديري انه اي كلام عن الاعتماد على انه اليه او على دور خارجي يؤدي انا بالعكس انا اعتقد اتفق مع سيد عادل انه حيشرع الوضع الراهن والكلام ده قلته لفولكر في اول اسبوع لقيناه بعد اسبوع بس وقلت له اللي بتعمله فوق هسه ده حتؤدي الى تكريس الامر الواقع الان باسم انه الله عندنا مفاوضات وتفاوض في النهايه حتؤدي الى انه والله هذا الامر الواقع ياخذ راحته ويتمدد كويس. الان هسه الان عمل شنو؟ يعني هو كان عمل مشاورات لها شهرين استمر شهرين مع الاطراف المختلفه هسه الان وكده عجز انه يجمع الناس رجعوا ثاني يتكلموا عن مشاورات غير مباشره يعني اعاده بتاع التدوير لنفس المشكله ولنفس الازمه. لذلك انا اعتقد انه الحل لما نقول يعني شو بقول اقدر مسهل مسهل حاجه ماشي يعني اذا اصل الاطراف السودانيه ما عندها اراده انها هي تحل مشكلتها ما في اي طرف خارجي حديك اي ضمانه. الضمانه الوحيده لنجاح اي حوار بين السودانيين حقيقي انه يعملوا السودانيين بانفسهم. اذا كانوا السودانيين انفسهم هم عايزين يقعدوا مع بعض وانه يتفاوضوا ويصلوا لاتفاق وهم يكونوا رعاة وضامنينه لو الدنيا دي كلها اتلمت عملت ضمانه ما يوفر لها اراده وطنيه ما حيتحقق. لذلك انا اعتقد الان يعني الدور اللي بيقوم به الاتحاد الافريقي يعني هم انت معلش تعال لاحقا يعني دارت يعني انت انا افتكر هو في مقال مشهور جدا اتكتب عن انه كيف الامم المتحده والمجتمع الدولي اسهم في افشال الفتره الانتقاليه افتكر لعب دور واضح جدا بالذات فيما يتعلق بعمليه الاصلاح الاقتصادي وفرض مسار معين في النهايه واحده من الاسباب اللي ادت الى اضعاف الحكومه الانتقاليه. لذلك انا اعتقد يعني اي كلام عن انه والله هذه الاليه يمكن ان تقود الى مخرج من هذا المازق بالعكس انا اعتقد هي حتؤدي الى عمليه يعني التطويل وعمليه بتاعه يعني اضاعه للوقت وعمليه بتاعه اعاده انتاج للازمه باشكال جديده. هو في الناحيه يلفوا يدوروا هيعملوا شنو؟ هيعملوا نفس الاتفاق السياسي اللي اتعمل في يوليو 19 ونفس الوثيقه الدستوريه وهم عايزين فعلا عندهم هو بعدين شنو؟ ما هو الاتحاد الافريقي ولا الامم المتحده بيعبروا عن هو يعني صاحبه العواصم صاحبه القرار وهي عندها قناه عندها بالنسبه لها السودان ده الاولويه بها شنو؟ الله يحصل استقرار البلد ما يحصل فيها انفجار ما تتحول الى منطقه لانعدام يعني او تهديد لمصالحها او وجود مجموعات ارهابيه ولا غيره ولا غير. يعني هو بهمه الاستقرار. اما كان حكايه التحول الديمقراطي ده حقيقه احنا ما وش نفسنا يعني هم لا حارسين عليه ولا عايزينه. بعدين حسن المجتمع الدولي ده مع الدول العاصمه صاحبه القرار دي ما حيحقوا نشوف حلفاء منه في المنطقه يعني هم الديمقراطيه دي يعني بس اللي هم عجبان في السودان يعني. لذلك افتكر انه تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان دي مهمه للشعب السوداني ويفترض انه النخب والاراده الوطنيه الحقيقيه هي اللي بتصنعها. لكن انتظار اي حل ياتي من الخارج انا اعتقد انه اصلا يعني تجاربنا العمليه هل دكتور انت تشيع هذه الاليه الان يعني؟ انا منذ البدايه قلت هذه ولدت ميته واي محاوله يعني اعطاء يعني محاولة نفخ الروح فوقها أنا أعتقد هذا سيؤدي إلى تكريس الوضع الراهن وحيؤدي حقيقة حيستفيد من العساكر أكثر مما أنه حيؤدي العملية بتاع التحول. لذلك يبقى لا ليخضع الناس. لذلك أنا أفتكر أنه بصراحة مثلا والحرية والتغيير موقفه ملتبس يعني هي من ناحية تتقرر والله إحنا مبدئيا مع الحوار ولكن عندنا اشتراطات ودي قضايا إجرائية حكاية إنه يفكوا الناس ما تعتقلوا الناس دي حاجات بالضرورة المفروض تكون حاصلة يعني ما اشتراطات بديهيات لكن أي بديهيات دي لازم يكون فيها. لكن أسوأ شيء حكاية إنك أنت عاوز ترد المجتمع الدولي يقول والله أنا الآلية دي موافقة تتحدث عن الآلية أم مبادرة فولكر لما هي كلها بخزنة واحدة هو الطريف البزل الآن هي الآلية نفسها محتاجة لوسطاء بينهما. معروف إنه في اختلاف وجهات النظر بين الاتحاد الأفريقي والامم المتحده والاتحاد الافريقي في النهايه فرض نفسه على فولكر وبقوا جزء من الحكايه هو بدأوا عايزين يلاقوا وسطه بيناتهم.
خليط وسط بين السودانيين. فلذلك انا اعتقد انه وجود هذه الاليه والحديث وعدم شيء يعني شيء مخزي انه بلد بعد 70 سنه من استغلاله لسه النخبه بتاعتها منتظره اطراف خارجيه تجي عشان تخليها تعمل الف باء تاء بس عشان يقعدوا مع بعض الناس ويتناقشوا ويتحاوروا. لكن المهم في هذا الحوار ما في حوار مجاني وما في حوار لاجل الحوار، حوار اذا ما كان هو منتج لعملية بتاع التغيير حقيقيه ما عنده قيمه، ما عنده قيمه. لذلك لذلك انا اعتقد الان ودي واحده متعلقه برضه بالمشكله الثانيه، يعني انا بقول بيخدموا حقيقه الخط العسكري كيف؟ الخط العسكري الان بيقول يا اخوان انتم المدنيين مش تبقوا تعالوا لنا. افتكر ده موقف ما صحيح طبعا. لانك بتشتري زمن، انت المؤسسه العسكريه عندها دور في تعقيد الازمه التي الان حصلت في البلد. انت تحدثت عن انه والله انقلاب عسكري سبب تصحيح المسار. عندها دور ولا هي اللي عقدت الازمه اصلا؟ هي عقدت الازمه وانتجت الازمه. هي عقدت، ما بقول لك كده، بقول لك انها هي قالت انه والله انا عملت التغيير ده عملت تصحيح مسار. الحاصل الان شنو؟ احنا ما عندنا مسار واضح تصحيحه ولا ما تصحيحه. لذلك الان حكايه انه والله ننتظر عمليه يقوم بها فولكر ويقوم بها الدبات والاسماعيلويه والجماعه ديل، دي في النهايه هي حتساعد في تمييع هذه القضيه. لذلك يجب على المؤسسه العسكريه ان تكون هي صاحبه المبادره للخروج من اللعبه السياسيه. احنا سمعنا قبل كده في الاكواد التنميريه العسكريه وقالوا والله احنا بدنا نطلع من السياسه، انه والله امنا انه ما ليصل السودان للحكم بدل الحكم الديمقراطي. يعني عطفا على هذا الحديث، نعم. يعني الشارع الان يقدم في كل يوم شهيد والمدنيين في هذا الوضع الذي تتحدث عنه، هل هناك جهه مؤهله لقياده هذا الحوار السوداني السودان؟ اصحاب المصلحه الحقيقيه في القوى السودانيه اللي هي طالبة الديمقراطية دي هم أصحاب المصلحة الحقيقية، إذا هم أنفسهم ما قاموا بهذا الدور وبوضوح. يعني حكايتين والله منيها أقول والله يا أخي الآلية دي يعني صحيح إحنا يعني منؤمن بالحوار لكن عايزين، لا، ما واحد في الاثنين. هو شوف التغيير ده عنده واحد من مسارين، يا إما تعمل مسار ثوري، مسار الثوري ده عنده ثمنه وعنده المنطق بتاعه وعنده نتائجه، أو عايز تعمل فعالية بتاع التسوية. أنا أخطر حاجة أفتكر إنه بتحصل بالذات بالنسبة للحرية والتغيير إنها هي بتتكلم بخطاب ثوري لكن بتمارس نهج بتاع تسوية، كأن هي في النهاية الآن هي بتتكلم عن والله إعادة تهيئة نوع من الحوار يعيد الأمور إلى ما كانت عليه أو بصورة من الصور. لذلك إذا أنت ما أجبت على السؤال الأساسي أنا نمطي ونهج للتغيير شنو، هل هو نهج ثوري؟ نهج ثوري ده خلاص أنا مش فاول النهاية بكل ثمنه بكل يعني تبعاته، أو أنا عايز تسوية خلاص أخذ التسوية دي بحقها ويكون عندي الشجاعة زي ما مثلا مانديلا في جنوب أفريقيا لما جاء دخل وعمل الكوديسة ومعظم الناس في المؤتمر الأفريقي الوطني الأفريقي كانوا رافضين، لكن هو لأنه زعيم وقائد قدر يقنع منه والله يا أخي موضوع التسوية ده فوقه مصلحة مشوا فوقه. إحنا مشكلتنا هنا الآن أعتقد المشكلة الأساسية اللي حصلت بالاتفاق السياسي ثم الوثيقة الدستورية إن هي قامت على النهج بتاع التسوية وليس نهج ثوري. لكن كان بيحصل شنو؟ كان رسالة للشارع إن والله دي حكومة الثورة، ما حكومة الثورة، هي كانت حكومة التسوية السياسية اتمت مع العسكريين. إذا أنت عملت تسوية خلاص أبقى قدرة ودافع عنها وامشي فوق لحد نهايتها. لكن ما تخاف الشارع بلسان الثورة وأنت في النهاية هنا. هل ما زال هذا الموقف تعتقد بأنه هو موقف مركز الحرية والتغيير ما زال حتى الآن؟ ما بعتقد، أنا أعتقد إنه واضح جدا إنه بيس المركز والتحرير قوى الحرية والتغيير الآن هو أقرب إلى التسوية من إنه هو لنهج الثورة. شكرا جزيلا، شكرا لك. اذا يعني استاذ ريهام انت تحدثنا عن ولاده ميثاق ما يسمى بسلطه الشعب الان، والحديث في هذا الموضوع ان لجان المقاومه في كل الولايات اختارت طريق واحد ولم يكن لها يعني حتى طريقين، والاحزاب والمؤسسات السياسيه كانت دائما متاخره عن الشارع وكانت دائما لا تلبي طموحات الشارع الذي يقدم الشهداء. كما ذكر الدكتور خالد التجاني بأن مركز الحرية والتغيير أو الحاضنة السياسية أو الأحزاب السياسية الآن اللي بتقف في صف المعارضة كانت دائما لا تلبي طموحات الشارع وكانت دائما تتحدث عن تسوية وترفع شعارات الشارع. يعني كيف تقرأين هذا الوضع الآن، لجان المقاومة والطريقة الذي اختارته والطريقة المتردد والمرتبك الذي تتخذه الآن؟ طيب في البداية أول حاجة عايزة أقولها إنه الطريق ما بين لجان المقاومة وما بين الأحزاب السياسية هو على الإطلاق ما طريق مختلف ولا متناقض ولا متعاكس. إحنا برضو كأعضاء موجودين لكنه ليس متطابق ولا بالضرورة إنه يكون في وجهة نظر ما بين قوة وتانية إن هي تكون متطابقة، لأنه في اللحظة اللي بتكون هي فيها متطابقة ده معناه إنه هي آلت لحاجة واحدة والحاجة دي ما صحيحة. احنا موجودين كلنا على مستوى الشارع السوداني باختلافاتنا ما بخلافاتنا، احنا مختلفين واحنا المفروض نحتفي باختلافاتنا
ونبعد عن خلافاتنا، هو ده الحقيقي الموجود في الشارع السوداني. لجان المقاومة والقوى السياسية الموجودة المناهضة للإنقلاب اللي أعلنت موقفها من صبيحة 25 أكتوبر هي على الإطلاق ما مختلفة في نهايات أو في وجهة نظرها تجاه ما حدث في 25 أكتوبر، اللي هو بتسمية الواضحة ببيانات الصادرة من الأحزاب السياسية المناهضة للإنقلاب، بتنسيقيات لجان المقاومة وعضويتها، بأنه ده التوصيف الحقيقي لأنه ده انقلاب عسكري اللي حصل ده. الحاجة اللي قاعد تتم دي دائما التفرقة ما بين القوى السياسية وما بين لجان المقاومة اللي قاعد تحصل، هو دي بتخدم في الخط الانقلابي الموجود اللي هي بتزعى لتفرقة الشارع السوداني والقوى المدنية الموجودة الليلة دائما، وإصهار موجود حاليا إن هو خلاف ما بين مدنيين ومدنيين. نحن موجودين كلنا كمدنيين بوجود اختلافاتنا الموجودة دي، عندنا قدرات على إدارة حوارات لوجود اتفاق حد أدنى، زي ما حصل في بدايات ثورة ديسمبر في 2018 كنا موجودين كلنا كقوى سياسية كجماهير موجودة في الشارع السوداني، وصلنا مع بعض كلنا لاتفاق حد أدنى كان بتمثله جملة بسيطة يسمى تسقط، بس سعينا كلنا تجاهها لحين إسقاط النظام، مشينا فيها كتفا بكتف ويد بيد لحد ما وصلنا ل 6 أبريل واعتصام القيادة العامة وسقوط 11 أبريل والحد توقيع الوثيقة الدستورية. الحاجة دي ما قاعد يحمل وزرها قوى الحرية والتغيير براها بأي حال من الأحوال، والناس اللي قاعدين يتكلموا حاليا عن أنه هي ده الخلل الحقيقي وجود العضب أو المشكال الموجود في الحرية والتغيير، وسعي يوم لوجود قطيعة ما بين الأحزاب السياسية وما بين الجماهير الموجودة في الشارع السوداني ولجان المقاومة، الحاجة دي ما قاعد تخدم إلا الخط الإنقلابي، وهي التفرقة القاعدة تتم ما بين القوى المدنية الموجودة كلنا حاليا في الشارع السوداني، قوى الحرية والتغيير بكل أحزاب السياسية، حركات الكفاح المسلح أعلنت موقفها صراحة من أول لحظة، الحزب الشيوعي السوداني بعدم وجوده داخل الحرية والتغيير بموقف الواضح تجاه أنه ده انقلاب عسكري، وكل القوى المهنية قاعدة تقول أنه إسقاط الانقلاب هو الهدف الرئيسي، ده معناها أنه في اتفاق مبدئي أو اتفاق حد أدنى ما بين كل القوى القاعدة الليلة القاعدين نسميها قوى الثورة الحية القاعدة في الشارع السوداني، هي الأساسي بالنسبة لها إن هي تجهض واحد الانقلاب العسكري ده، وجود وضع دستوري ديمقراطي بيزعى لتحول ديمقراطي حقيقي بينتهي بفترة انتقالية بتنتهي هي نفسها بانتخابات بيختار فيها الشارع السوداني والسودانيين والسودانيات الموجودين ديل منو يحكموا وكيف وفق البرامج القاعد يطرحها الأحزاب السياسية أو التحالفات أو يتفر كان شكل الحاجات اللي حتتقدم بعدين في الانتخابات الموجودة. لكن دائما وجود أول الكلام القاعد يتقال ما بين أنه مباعدة ما بين الأحزاب السياسية وما بين لجان المقاومة، الحاجة دي ما قاعد تعمل حاجة غير أنها هي قاعد تضعف في وجودنا إحنا ذاتنا كقوة مدنية مناهضة للإنقلاب، إحنا ذاتنا كأعضاء في أحزاب سياسية، إحنا موجودين برضو في لجان مقاومة أحيائنا قاعدين نطلع المواكب كلها باسم لجان أحيائنا وباسم أحزابنا السياسية، والحاجة دي ما صحيحة وما قاعد تخدم في الشارع السوداني ولا قاعد تخدم في وصول لنهايات ثورتنا المجيدة. أستاذة ريهام، تتحدثي عن الوضع المثالي ما يفترض أن يكون أو يحدث يعني إلى أن يفضي إلى انتخابات حرة نزيهة، وهذا ما نتمناه جميعا، ولكن الوضع المرتبك الآن يتطلب، هي تسمى بقضايا الانتقال، قضايا الانتقال ليست قضايا عادية تتعامل معها الأحزاب السياسية، وخاصة بعد وضع أحادي لمدة 30 سنة تم تماما يعني تحطيم هذه المؤسسات الحزبية والمؤسسات الديمقراطية ولم تكن هناك في ممارسة ديمقراطية. تتحدثين عن وضع مثالي لا يتأتى الآن بمعطيات ما هو موجود الآن، يعني كيف تتحقق هذه الرؤية في مثل هذا الوضع؟ هو ده ما وضع مثالي على الإطلاق، هو ده الوضع الواضح تماما من مجريات الأحداث السياسية القاعدة الليلة في الشارع السوداني، إن هي تؤول لنهاياتها بالوحدة الصف أو وحدة قوى الثورة الموجودة في الشارع من كل الناس اللي أنا ذكرتهم من قبل من أحزاب سياسية ومهنية ولجان مقاومة وغيره، ودي كانت وجهة نظر الحرية والتغيير اللي كانت ناشراها، إنه يكون في تنسيق على الأقل ما بين كل القوى المناهضة للإنقلاب العسكري هي سياسيا وإعلاميا
وميدانيا، لأنه وجودنا إحنا ذاتنا في الشارع السوداني لابد من وجود قيادة ميدانية موحدة لقيادة الحراك الجماهيري في الشارع السوداني، لقيادة الوضع الإعلامي وسياسيا. ودي بيتوصلنا برضو لكلامك في الأول عن ميثاق سلطة الشعب. إحنا دائما لما نتكلم عن المواثيق اللي بتطرحها لجان المقاومة بالضرورة ما نتكلم برضو عن ميثاق سلطة الشعب بس، لأنه كان في مواثيق قبلها وفي مواثيق قيد الإعداد حاليا، وجود مواثيق كثيرة هي موجودة. الحاجة دي على الإطلاق هي ما قاعد تدور في الحراك، في الحراك الموجود، هو ده معناها إنه في قدرة للجان المقاومة على التعاطي مع الوضع السياسي، لأنها هي تخلق زخم سياسي وعندها قدرة على كتابة مواثيق ممكن هي الناس تتكلم عنها. وزي ما قال تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم إنه ميثاق سلطة الشعب هو ما ميثاق نهائي قابل للزيادة أو الحذف. إحنا كقوة سياسية هنقعد ونراجع برضو الميثاق ده ونشوف إضافاتنا أو حذفنا له، وبالضرورة لازم الحياة دي تتم ما بعد يكون في توافق وفي حتة ذاتها بتجمعنا إحنا ذاتنا كقوة سياسية ولجان مقاومة. يعني هل موقفكم من الحوار الآن في الآلية كحزب المؤتمر السوداني هو ذات الموقف لمركز الحرية والتغيير؟ هو المعلن حاليا حسب البيان المطروح من قوى الحرية والتغيير ما بعد اللقاء الأخير مع الآلية الثلاثية المطروح بيوم بتاريخ 12 مايو، كان واضح تماما أنه في 6 بنود محددة كانت هي موجودة، الأزمة السياسية وتوصيفها وغيره، هو منشور في صفحاتنا. هو ده الموقف المحدد الموجود حاليا بالنسبة لقوى الحرية والتغيير، وبالضرورة هو موقف حزب المؤتمر السوداني. هل تعتقدي بأنه كل يعني أحزاب الحرية والتغيير التي تمثل المركز الحرية والتغيير هي على ذات الاتفاق وهذا البيان، وتحديدا سؤالي عن حزب الأمة هل هو في ذات الموقف؟ هو البيان لما يصدر من قوى الحرية والتغيير ده بالضرورة إنه كل الأحزاب السياسية الموجودة داخل قوى الحرية والتغيير هي أكيد هي على اطلاع بالبيان ده، أكيد هي مؤمن عليه، وإلا ما كانت هي حتكون موجودة أو صادر باسم الحرية والتغيير. لو كان بيحصل حاجة دي ده معناه إنه إحنا بنمارس الدكتاتورية داخل الحرية والتغيير، وبالضرورة الحاجة دي هي ما صحيحة وما حاصلة. المجلس المركزي الحرية والتغيير في الآخر هو توقيع البيان كان باسمه في عضوية حزب الأمة، هم موجودين في مركزية الحرية والتغيير، وبالضرورة هم على اطلاع كامل وموافقة تامة بالبيان الصادر ده. شكرا جزيلا. يعني سيد مصطفى، مرة أخرى يعني الحديث عن هذه الآلية، وربما كانت هناك تجربة أخرى كانت تحظى بكثير من الاحترام هي آلية حمدوك، ما تسمى بآلية حمدوك، وكانت تحظى باحترام كبير وكانت تسير في طريق معين، ولكنها يعني لم تبارح مكانها حتى تم تخوينها وتم يعني إيقاعها في كثير من المشكلات إلى أن حدث ما حدث. الآن هذه الآلية ربما تمر بذات الموقف الآن، ما هو رأيك؟ أنا أعتقد أن أي تدخل خارجي في المشكلة السودانية مرفوض جملة وتفصيلا، ولكن عندما نعجز كسودانيين، ماذا تعني بخارجي؟ تدخل الأمم المتحدة، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي وغيرها من الدوائر الخارجية في الشأن السوداني، أنا أعتقد هذا مرفوض ولا يختلف في ذلك سودانيين اثنين. ولذلك عندما نفشل نحن كسودانيين في إدارة أي صراع أو الجلوس لمعالجة أي إشكالية سياسية داخل البلاد، هذا يفتح الباب واسعا لأي تدخل خارجي كان إقليمي أو دولي أو غيره. ولذلك أنا أعتقد أن الآلية الثلاثية أتت بعد أن فشل الشعب السوداني وفشلت القوى السياسية وغيرها في الجلوس لإدارة الحوار للخروج من هذه الأزمة. الآن المشهد السياسي واضح جدا جدا، هنالك أحزاب سياسية ترفض الجلوس في طاولة التفاوض، أي جلوس للحوار هو شرعنة للانقلاب وهو تمديد للحكم العسكري في السلطة وغيرها، وهذا ربما يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. أنا أعتقد أن هذه الأزمة تتطلب أن نتنازل جميعا من المواقف المتصلبة. الآن أنت تتحدث عن موقف الحرية والتغيير، أنا أعتقد أن ما ذكرته الأستاذة هو غير صحيح. الحرية والتغيير عبارة عن تكتلات
سياسية فيها الجبهة الثورية جزء من الحرية والتغيير المجلس المركزي، حزب الأمة القومي جزء من الحرية والتغيير المجلس المركزي، وكذلك بقية الأحزاب السياسية الموجودة في 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 الحرية والتغيير المجلس المركزي. الجبهة الثورية حسمت موقفها كما ذكرت قبل قليل أنها ستشارك في هذا الحوار وتطرح رؤيتها في 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 في, في المائدة المستديرة بوجود الآخرين. حزب الأمة القومي كذلك هو لديه موقف يختلف تماما عن الذي تفضلت به الأستاذة قبل قليل. هذا يؤكد أن الحرية والتغيير المجلس المركزي متباين هذا التحالف في مواقفه تجاه هذا الحوار الذي ما هو موقف حزب الأمة بحسب اطلاعك؟ حسب ما 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 رشح في الأجهزة الإعلامية أنهم سيشاركوا في هذا الحوار وجلسوا مع الآلية وأبدوا استعدادهم كحزب أمة أم حرية وتغيير؟ كحزب أمة. وكذلك الجبهة الثورية جلست مع فولكر وشرحت رؤيتها للخروج من هذه الأزمة وأبدت استعدادها للانخراط في هذه العملية التفاوضية في الأيام القادمة. هنالك تنظيمات ابتداء أمنت على فكرة الحوار للخروج من هذه الأزمة ولكن لديها اشتراطات. الشارع لديه رؤية مختلفة. ما هي هذه الكتل التي تتحدث عنها؟ أنا أتحدث عن الجبهة الثورية السودانية، أتحدث عن حزب الأمة، أتحدث عن أطراف العملية السلمية الأخرى التي أيضا جلست مع الآلية الثلاثية وأبدت رغبتها الأكيدة في الجلوس للحوار الذي ستشارك فيه الآلية الثلاثية وستكون لديها أدوار المسهلين وكذلك الأطراف تتفق على وساطة وربما ستكون بعض من دول الإقليم بما فيها دولة جنوب السودان. هنالك تنظيمات قدمت مقترحات لهذه الوساطة. أنا أعتقد الآن الوضع السياسي الذي يمر به السودان يتطلب مزيد من التنازل ما بين كل القوى السياسية الموجودة وحتى المكون العسكري. نتحدث قليلا السيد مصطفى عفوا للمقاطعة عن منهج الآلية، يعني الآن الحديث عن الآلية والآلية وهناك من جلس مع الآلية وهناك من سيجلس ربما مع هذه الآلية، ولكن ما هو المنهج الذي تتبعه؟ البعض يتحدث عن استبيان ربما لا تعود هذه الآلية مرة أخرى إلى ذات الجهة، الحديث عن إجابة في هذا الاستبيان تطرح عدد من الأسئلة، هل تريدون حكومة التكنوقراط؟ نعم أم لا؟ هل تريدونها حزبية؟ نعم أم لا؟ ومثل هذه الأسئلة التي ربما تؤكد فيما بعد رأي هذه الكتل دون حوار. أنا أعتقد أن الآلية استمعت إلى وجهات نظر كثيرة جدا جدا، وفي آخر لقاء جمع الآلية الثلاثية بالجبهة الثورية السودانية نحن طرحنا نفس التساؤل للآلية وكانت الإجابة واضحة جدا أنها تريد أن تستوضح آراء كل القوى السياسية والكتل الحية التي ستشارك في الحوار تمهيدا للحوار. حول ماذا؟ يعني أريد أن أحدد حول الوثيقة الدستورية مثلا، هل سيكون هنالك تعديل للوثيقة الدستورية أم سيتم إلغاء الوثيقة الدستورية بالكامل واستبدالها بوثيقة دستورية أخرى؟ الآلية التي سيتم بها اختيار رئيس الوزراء، وكذلك هل سيتم الإبقاء على المجلس السيادي أم سيتم تغيير المجلس السيادي؟ وإذا سيتم الإبقاء على المجلس السيادي كم سيكون عدد الذين سيشاركون من مدنيين وعسكريين؟ وما هي الآلية التي يتم بها اختيار المدنيين؟ هذه هي التساؤلات المتكررة لكل القوى التي جلست مع فولكر ومع آليته الثلاثية. وماذا كان يعني رأي الآلية في هذا في كل الذي طرح؟ الآلية تجمع فقط مقترحات القوى السياسية التي جلست معها وأطراف العملية السلمية وغيرهم تمهيدا لإطلاق الحوار. شكرا جزيلا يعني يعني سيد عادل، يعني بين كل هذا المشهد المرتبك تماما يعني الشارع الذي أخذ اتجاهه والقوى المدنية التي ربما
يصعب الحديث عن لقاءات مباشرة وحوار سوداني سوداني، رغم أن الجميع يأمل ذلك، حتى النخب السياسية والصحفيين وغيرهم كما تحدث وتفضل دكتور خالد التياني بأن الحوار لابد أن يكون سوداني سوداني، ومن الذي يمكن أن يكون مؤهلا في هذه الفترة ليقود هذا الحوار، وغيرها من الأسئلة المهمة التي تطرح الآن. ما هي المخارج الآمنة وما هي الحلول التي يمكن أن تفضي إلى حوار حقيقي في هذه المرحلة؟ طيب أنا أدخل بأنه يوم 13 مايو قبل 3 يوم الافتتاحية بتاعت جريدة الهدف اللي هي الناطقة باسم حزب البعث، كان عنوانها من عطبرة مرورا بمدني والديوام الطريق سالكة إلى وحدة قوى الثورة. الآن حقيقة يعني في معطيات جديدة نموذجة التوقيع بتاع جبهة واسعة من القوى المؤمنة بالديمقراطية المقاومة للانقلاب في أهم 3 حواضر في السودان: عطبرة بثقل وبتاريخه، مدني، الديوام. وبمتابعاتنا ده ممكن يعلن عن مغاريف الأبيض في الفاشل. عن ماذا تتحدث؟ أتحدث عن بلورة للجبهة الواسعة من القوى الرافضة للإنقلاب تحت أي مسمى؟ جبهة واسعة للديمقراطية والتغيير. أعلنت عن نفسها قبل شهر تقريبا في مدني، انتقلت للديوام قبل يومين في عطبر، وبالتالي ده معطى جديد. أول أمس في الصافية في تطور جديد برضو بيأكد ما أشارت له الأستاذة ريهام في أنه المعركة المفتعلة كانت ما بين إيجاد خصومة ما بين الحرية والتغيير والأحزاب ولجان المقاومة، دي الآن ما عاد المراهنين عليها يحققوا مكاسب. ندوة كانت قيمة جدا بمشاركة قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي لجان المقاومة، وفي لجنة ندوة شبيهة لها معلنة بالأمس بأول هتكون بعد بكرة تقريبا في ود نوباوي، وأعتقد إنها حتتكرر. ده الحوار الحقيقي، ده اللي بيعمل التغيير اللي اتفق مع الأستاذ خالد فيه. تغيير تصنع الإرادة الوطنية مستحضرة قيم الوطنية ومستحضرة وسائل في التغيير. الجاري الآن نعمل وسيغة وفترة انتقالية وآلية لرئيس وزراء وتكنوقراط، ده إغراق للساحة ومحاولة لإشغال قوة التغيير من أولوياتها. القوة البيتبل ورجفها وتخطط لوحدة مركز يدير نضال الشعب السوداني وينسق ما بين مختلف مكوناته وصول للحظة إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، ده المركز اللي بيجيب رئيس الوزراء واللي بيعمل آلية اختياره ويشكل مؤسسات الفترة الانتقالية ووفق مهام 5. أغلب المدن 3 دي في مواسيغ أكدت عليها فترة انتقالية بأقصر ما يكون، ترتيب أوضاع البلد لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية عشان ما تجرى الانتخابات حرة ونزيهة ويتقبل الكل نتيجتها، استئناف لجنة التفكيك واسترداد المال العام لنشاطه ومهمته بعد تقييم تجربته، جنبا إلى جنب ترتيبات أمنية تضفي إلى إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، يكون في جيش وطني واحد ويفعل القوانين الدولية في الحالات المشابهة المعروفة بالDDR. يعني هذا الحديث وغيره. 5 برنامج اقتصادي محدد الملامح متوافق عليه ينجز في أقصر فترة انتقالية، بقية المهام ينتقل التفويض من التفويض الجاي نتيجة إدارة الحراك السلمي ده وصولا للمدني لحكومة منتخبة وفق نتيجة. أين لجان المقاومة من هذه
لجان المقاومة شاركت في عطبرة وشاركت في مدني وشاركت في الدوام وموقعة للمسلمين. يعني هذا الحديث الذي أعتقد أنه جديد في هذه الحلقة، وهذا الحديث الذي أعتقد بأنه مهم، هل هو بديل للحرية والتغيير والتجمع المهني وما قام به من أدوار سابقة؟ سؤال مهم. الجبهة حسب التصور اللي يتقدم ودخل حيز التنفيذ، احنا حقيقة وقت الناس شغالين في مفاوضات وما مفاوضات وحوار وما حوار كنا شغالين في ده. اسمها الجبهة العريضة أم الجبهة الواسعة؟ ما احنا اطلقنا دعوة لأهمية وأولوية بناء أوسع جبهة من قوى الديمقراطية والتغيير اللي هي من القواعد تتوسع، والحرية والتغيير واحد من مكونات الأحزاب خارج قوى الحرية والتغيير، المؤمنة بالانتقال الديمقراطي، المقاومة للانقلاب، لجان المقاومة، المهنيين، في تنظيمات شبابية الآن أصبحت جزء من أين الحزب الشيوعي الذي سأسألك في سؤال قصير قبل أن أنتقل منك، لأننا في نهاية الحلقة كنت قد صرحت عدد من التصريحات بأن الحزب الشيوعي اتهمته بالنرجسية وأنه مهد لقرارات 25 من أكتوبر. الحزب الشيوعي قدم طرح في تقديرنا استوعب المرحلة وأبدأ تأكيده على أهمية وحدة قوى الثورة. الجبهة نحن ذاتها طرحناها عشان ما نساعد القوى اللي ما عايزة تبقى جزء من قوى الحرية والتغيير، لكن عايزة تبقى جزء من وحدة تسقط الانقلاب وتصفيه، وبالتالي الجبهة هي يعني أطروحة مستوعبة التطورات الحاصلة الآن. إنه الحزب الشيوعي بخطاب الأستاذ طارق عبد المجيد مبارح قال هو ما حيرجع قوى الحرية والتغيير، لكن هو حريص على وحدة قوى الثورة، فده تقدم إيجابي. شكرا جزيلا باشمهندس عادل. يعني دكتور خالد، هذا الطرح الجديد ربما هو بديل للحراك الثوري أو لأدوار سابقة كانت قامت بها، يعني ربما أدت إلى إسقاط النظام السابق من تجمع المهنيين وغيره من قوى الثورة التي الآن ربما تسمى بقوى الثورة الحية. إذن هو طريق واحد يحدد وجهته ربما موازاة أو محازاة للشارع الذي في الأصل وحد كلمته. إذن هذا الباب، باب الحوار وما تقوم به المؤسسة العسكرية الآن وما يقوم به الوسطاء وربما بعض الأحزاب السياسية، هو يعني قصير العمر. يعني في أعتقد ما قال الأستاذ عادل ده مهم بمعنى أنه يعني ما هي كلها تجارب بشرية لا تخلو من الأخطاء. يعني القصد من أنه الناس لما يراجعوا تجارب ومشي أن تجريم هذا الطرف أو غيره، ولكن أنت كيف تتعلم من القصور وأخطاء الخطأ هنا وهناك بحيث أنك تخدم القضية الأساسية المطلوبة شنو السودان ده. لا هناك خلاف إنه لازم يحصل فيه تغيير، وتغيير حقيقي مش عملية بتاعت يعني تزويق لبعض الأشكال أو إعادة إنتاج لنفس أزمات ولا غيره. وإحنا ما ننسى إنه البلد الآن تركيبتها السكانية 80% منها تحت 40 سنة شباب، يعني ودي القصة دي كلها تغيير من أجل المستقبل، مش لأنه والله إذا صفي حسابات سياسية قديمة. إحنا عندنا نظام سياسي سوداني معطوب ظل 7 عقود شغال وأنتج الأزمة إحنا موجودين فوق الآن. لذلك الآن كيف إنك تقدر تفتح أفق جديد، ولازم يكونوا فعلا الشباب اللي هو الآن بيمثلوا أغلبية السكان هم طرف أساسي في العملية بتاعة التغيير اللي هي بتخاطب المستقبل بتاعهم. هذه مسألة مهمة وضرورية. هل يمكن أن تصحح أخطاء حتى المدنيين؟ هل يمكن في الفترة القادمة يصححون أخطائهم؟ ما تصحح الأخطاء بمثل هذه، يعني إنك أنت كيف تقدر تبني جبهة يعني ما تعيد أخطاء أو نفس الأسباب التي أدت لأن يحصل اختلافات، يحصل هناك انقسامات أو تشظي أو يحصل صراعات أو غيرها أو غيرها. أنا كما ذكرت من البداية إنه في النهاية وحدة المدنيين هي أهم ضامن لألا يترك لأي ثغرة لتدخل العسكريين في السياسة. دي مسألة يعني لا خلاف حولها. لذلك ما على المدنيين يخافوا إنه لما يكون فيه خطاب لإنه والله في مشكلة بيقول والله الحكاية دي لما حاطة لما في توسع فيه في مشكلة حقيقة، والمشكلة دي هي نفذ منها الانقلاب ده 25 أكتوبر ده. وهل سيستسلم المؤسسة العسكرية إلى هذا؟ أما المؤسسة العسكرية هذه مسألة مهمة شديد جدا. إحنا الآن كل هذا الحديث زي ندور فوقه حقيقة. أنا ما عاد أقول حوار قائم من نخب ما مدي اعتبار، لأنه الأغلبية من الشعب السوداني الآن يعاني ويدفع ثمن قليل جدا لهذا الاضطراب الحاصل، لهذا الفراغ القيادي، هذا الفراغ الدستوري، هذا الفراغ الحقوقي. الطرف الوحيد المسؤول من هذا الفراغ هو المؤسسة العسكرية. هي تدخلت بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر الماضي، ذكرت أنها تريد أن تصحح المسار. الآن بعد 7 أشهر
لم نرى تصحيح ولم نجد مسار نجا مزيد من سوء الاوضاع، لكن الدفع الثمن الحقيقي الصفوف النهايه الرهبه السياسيه والسياسيين بيدفعوا ثمن الصراع السياسي، لكن اغلب المواطنين هم الان بيدفعوا ثمن غالي جدا لغياب الدوله وغياب اي افق. لذلك انا في ظني الحل الاساسي او بدايه الحل لا تاتي لا من فولكر ولا من لبا، تاتي من المؤسسه العسكريه. مصر العسكرية ذكرت في كما ذكرت من قبل في 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 ندوة مهمة جدا في مارس الماضي، انه قال والله احنا عايزين نطلع من السياسة، احنا امنا انه والله لازم الحكم يكون مدني وانه يكون في ديمقراطية في البلد. ده كلام جميل جدا، لكن هذا الكلام يجب ان يكون هناك تعريف موضوعي واجراءات تحققه، يعني ما اقول كلام اطلقه في الهواء ساكت. لذلك انا اعتقد انه المبادرة المفقودة الان في الساحة السياسية هي مبادرة المؤسسة العسكرية، انها هي تقول للناس انا كيف حطلع من السياسة، أنا كيف أطلع من دور الممارس وأكون طرف في الصراع السياسي. هسه الآن هي طرف في الصراع السياسي، ممكن تقول لا هم طرف في الصراع السياسي الآن. أنت عايز تطلع من الصراع السياسي تكون طرف مهمته أنه يحرس الدستور وليس أنه هو يمارس السلطة، دي مهمة المؤسسة العسكرية. لذلك الآن هي المؤسسة العسكرية ما تقول والله إحنا رايحين فوقها يقول لنا شو الآلية الثلاثية، ده كله شغل بصراحة أنا أعتقد أنه شغل بتاع تسويف. يجب ان المؤسسة العسكرية تتقدم هي بمبادرة تقول هذا نقاط انا والله عملتها تغيير في اوكي نعتبر انه نقول في حسن نية في الحكاية دي، والله احنا الحكاية دي بعد 7 شهور الان احنا بنسمع شنو هم زادوا، بيقول لك والله الازمة السياسية، ما انت كيف الازمة دي ما جت من الفراغ، جت نتيجة لعملية انت قمت بها ودي النتيجة بتاعتها الان عملية. فلذلك احنا زي ما بنقول المدنيين يجي يصححوا اخطائهم، يجب على العسكريين يصححوا اخطائهم، لا يعتقد انفسهم هم خارج من هذه الازمة او هم ليسوا طرف فيها، لهم طرف في اساسي فوقها. لذلك التصحيح اذا هم اصلا ما بدوا تصحيح المسار بتصحيح هذا الخطا، وبانك انت توري كيف حتطلع من هذه المعادله السياسيه، وانك انت كيف ما حتكون طرف في اي عمليه، لانك انت اذا داير تعمل اي حوار سياسي وفي النهايه تضمن به الدور للمؤسسه في العمل السياسي او في السلطه، انت ما انت ما عملت حاجه، ما انت الحوار ده كله الغرض منه انك انت عايز تلبي طموحات سياسيه لبعض القاده العسكريه، ما انت ما عملنا حاجه. لذلك شيء طبيعي جدا انه الحوار ده ما حيفضل لحل. وماذا عن السؤال الاقتصادي في هذا الموقف؟ ماذا عن السؤال الاقتصادي وسؤال معاش الناس الملحة الآن؟ نعم ما في للأسف الشديد هو الحاصل الآن، ما دي أنا حقول في حكومة انتقالية مثلا هو أقول حمدوك منه مزول المنظمة العسكرية الحاكمة، هي الحاكمة هي بتحمل الآن مسؤولية التدهور الاقتصادي الحاصل اللي بيدفع دمه المواطنين اللي هم قاعدين يفرجوا فوقه، قالوا بيحصل في بلد ثانية ما في أي شيء، بل إذا عملك موازنة في النهاية بتحمل المواطن كل سبب انك انت عايز تحافظ على الامتيازات الدولة والانفاق الامني والعسكري والسياسي بتاع الحساب المواطن، ده بتاخد من جيب المواطن، بتزيد في الضرائب وتزيد في الجبايات وبترفع في الكهرباء وبترفع في البنز كله، ده بيدفع المواطن عشان يمول لك انت ياخذ على الاقل اعمل حاجه، ما تقول ده عمل تقشف اربط الحزام عشان، لكن لا. فلذلك انا ما يعني ما في طرف ثاني يحمل مسؤوليه هذا التدور الاقتصادي الحاصل الان غير انها هي، وزي انقلاب ده مش من المؤسسه العسكريه، يعني القصة مش تقول والله إنه القصة برهان ولا حميتي ولا المؤسسة كمؤسسة هي بتتحمل هذه المسؤولية مجتمعا. لذلك الآن إذا كان هناك أي نية حقيقية لحل يجب أن يبدأ المؤسسة العسكرية هي التي تتقدم بمبادرة وطنية حقيقية توري بالتحديد إن هي حتخرج كيف من العمل السياسي، إن هي حتكون ما حتكون طرف في أي حوار يؤدي إلى يعني خدمة طموحات سياسية لقادة فوقها، إنه ده يا دوب ممكن يخلي ده بالمناسبة السبب الأساسي اللي ممكن يخلي يكون في بيئة صالحة للحوار. شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة أستاذة ريهام، يعني حديث أخير عن هذه الجبهة الواسعة لجمع لا أقول المعارضة ولكن أقول الصف صف المدنيين والحوار، هل أنتم يعني لديكم علم بها أو جزء منها؟ هي الجبهة دي احنا ما بنقول عليها انها جبهة للمعارضين، هو لكل الناس اللي كان عندهم رأي واضح تجاه الانقلاب العسكري، سواء هي تنظيمات سياسية ولجان مقاومة وحركات كفاح مسلح، برضو اعلنت موقفها الثابت من صبيحة 25 اكتوبر، فده بالضرورة انها هي ما جبهة مدنية بس، هي زي ما تمايزت الصفوف في صبيحة الانقلاب ما بين مدنيين وكانوا ينضموا للمعسكر بتاع الانقلاب وبقوا موجودين مع العسكريين، برضو في مجموع بتاع حركات من الكفاح المسلح هي موجودة في الجانب الآخر المناهض للانقلاب العسكري ده، وهي موجودة في معسكر المعارضة أو ممكن نسميه المناهض للانقلاب العسكري الموجود. بالنسبة لاستفسارك حول لم أفهم، يعني من أطراف العملية السلمية موجودين الآن خارج
حركات كفاح مسلح هي أعلنت موقفها ببيانات موجودة على مستوى صفحاتها، إنه أوصفت إنه ما حدث في 25 أكتوبر هو عبارة عن انقلاب عسكري، بالضرورة هو ما تصحيح لأي مسار. كل الانقلابات العسكرية على مر الأزمنة في السودان هي لما تجي قاعدة توصف الإجراء اللي قاعد يتم ده بأنه هو بتشوف له اسم ناعم عشان تقدر يتخلخل لعقول وقلوب السودانيين، زي ما الانقلاب في 89 سموه بثورة الإنقاذ، برضو الانقلاب في 25 أكتوبر شافوا له اسم برضو بنفس النعومة دي سموه تصحيح للمسار، هو قطع للمسار الديمقراطي والتحول الحقيقي ولتمزيق الوثيقة الدستورية والشركاء الموجودين في توقيعها في صبيحة 25 أكتوبر. بالنسبة لاستفسارك حول المبادرات والوحدة بتاعت قوى الصف، نعم بالضرورة احنا عندنا علم بها، هي موجودة زي ما ذكر أستاذ عادل في مجموعة بتاعت مدن، منهم برضو كسلة الدويم في عطبرة قبل يومين، هي دي مجموعة القوى المناهضة للانقلاب وقعت مجتمعة على اتفاق هنسميه حد أدنى، هي المسمى ما ضروري أن يكون هو شكله شنو، هي جبهة عريضة لمناهضة الانقلاب. شكل الاسم بعد ذلك ممكن هو باتفاقهم كل مدينة أو whatever كان شكل الاسم اللي هم حيختاروه، لكن هي موجودة فيها كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب، بالإضافة للجان المقاومة الموجودة في المدينة المعينة دي، بالإضافة لحتى الأحزاب السياسية الما موجودة في الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح المناهضة للانقلاب ده إن وجدت في المدن الأعلنت الحاجة دي زي ما هي موجودة، وبرضو بياناتهم دي هي موجودة ومنشورة. شكرا جزيلا. يعني سيد مصطفى، حديث أخير في أنه الجبهة الثورية التي اتخذت موقفها الآن بأنها ربما ستتحاور في الآلية لتصل لذات الأهداف التي يتحدثون عنها للوصول إلى حوار سوداني وتوافق سوداني، أنتم ربما تلعبون أدوار أخرى باعتبار وجودكم الآن في المجلس السيادي ممثلين فيه، هل يمكن أن يكون لكم دور في رأب الصدع في مرحلة قادمة؟ نحن نتطلع للحمة وطنية حقيقية تجمع كل الكتل الحية التي ساهمت في التغيير. أي تشظي لا يعيننا بأي حال من الأحوال في خلق توافق وطني حقيقي في البلاد، وبالتالي نحن ظللنا نتواصل مع كل القوى السياسية داخل الحرية والتغيير وخارج الحرية والتغيير، وكذلك الجبهة الثورية طرحت مبادرة قبل أن يأتي فولكر ويتحدث عن آلية ثلاثية، ذهبنا بهذه المبادرة للحرية والتغيير وجلسنا مع عدد كبير جدا من القوى السياسية ووجدنا الموافقة المبدئية للجلوس من أجل إدارة حوار وطني. نحن لن نتوقف بأي حال من الأحوال، لأنه يقيننا أن وحدة البلاد وتماسك البلاد والحفاظ عليها من الانهيار مسؤولية وطنية بامتياز يجب أن نتحملها جميعا. شكرا جزيلا مصطفى تنبول القيادي بالجبهة الثورية، وشكري وتقديري أيضا للباشمهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، وأيضا الدكتور خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف، وأستاذ ريهام عبيد القيادي بحزب المؤتمر السوداني. أشكري جزيلا لكل ما تفضلتم به، وشكري وتقديري لكل الذين تابعوا هذه الحلقة من حديث الناس. دائما نطرق هذه الموضوعات ونتابع الراهن السياسي و يعني ما خلف هذه الحوارات وتطورات الأوضاع في السودان، متمنين دائما أن يكون هناك كلمة سر وحوار سوداني يفضي إلى اتفاق إلى هذه المرحلة الانتقالية، وفي بالنا دائما احتياج المواطن السوداني والشارع السوداني ومعاش الناس التي وأمن الناس الذي بات ملحا الآن. شكرا جزيلا للمتابعة، نلتقي في حلقة مقبلة الأسبوع القادم مثل هذا التوقيت. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.